سجدت مين من القراء المصريين العمالقة وانا الشيخ القدامى؟ احمد نعينه، بتحب الشيخ الدكتور احمد نعينة؟ طبعا. وانا كل يوم جمعه يعني جلست مع الدكتور احمد نعينه في جامع الحسين. تقدر تقلده ولا صعب؟ ان شاء الله يعني. تحاول؟ ان شاء الله. ممكن نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. ما شاء الله يفتح ما شاء عليك الله الله يفتح عليك.